السلام عليكم حبيباتي في كل مكان، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وفي صحة جيدة يا رب العالمين. كما تشوفوا وصفة اليوم من اروع التقاليد الجزائرية، بالخاصة الشرقية او التبسية بالخصوص، يعملوه بزاف من اروع التقاليد، يسميوها الملتوخة التبسية او رفيس الكسرة، في الشرق يسميوها رفيس الكسرة وفي تبسة يقولوا له الملتوخة، من أروع أنواع الرفيس جبتها لكم في هذا البرد، يليق بزاف حبيباتي، يعطي طاقة لينا والأطفالنا. إن شاء الله يعجبكم وصفة اليوم، ما نطولش عليكم نخليكم مع المقادير. بالنسبة للكسرة نستعملوا قدر كيلو من السميد، أي سميد من النوع اللي تفضلوه انتوما، مع كأس مليان كما تشوفوا تاع زيت، لأن الكسرة تاع الرفيس لازم تكون مبسة مليح. نديروا شوية تاع الملح طبعا وملعقة من السكر، نخلطوه جيدا بوسط الأيدي، ندخلوا هذاك البسوس مليح مليح، بعد نجيبو ماء عادي من الحنفية فقط يكون بارد، ونبداو نبلو في الكسرة تاعنا. تشبه بزاف في الكسرة الرخسيس طبعا، نبداو نعجنوها حتى تتلم. في كل مرة نشوف القوام تاعها باش ما نكتروش الماء بزاف، لانه الكسره تاعنا ما تكونش شطريه بزاف وما تكونش يابسه، تجي حكمه روحها حبيباتي. يعني راح نديو قدر كاس كبير تاع الماء، وانتم حسب النوعيه السميد طبعا. دوك نعطيكم كيفاش بدات تتلم معانا، غير تتلم نحطوها على جنب ترتاح غير شويه، مده 5 دقائق فقط او 3 دقائق، ونرجعوا نطيبوها حبيباتي. العجينه تاعنا راهي تلمت مليحه هكذا، نحطوها كما قلت لكم نحطوها حتى 5 دقائق، نغطيو عليها في نفس الوقت نروحوا نسخنوا الطاجين تاعنا. نبداو نقرصوا الكسره تاعنا الاولى، ديروهم قرصات صغيره من الاحسن باش ما تتكسرش، لانها مبسه كما تعرفوا الكسره كي تعود مبسه بزاف تتكسر في الطاجين. راح نديرهم غير قرصات صغار وما يكونوش خشان، لازم يكونوا رقاق باش تجي الكسره تاعنا طيبه مليح من الداخل. بواسطة الحلال اليدوي فقط يسهل لنا هكذا، ونروح نحطها في طاجين نتاعنا، اي طاجين تحبوا تحطوا، طاجين المجامر ولا المسرح ولا الحديد، يعني طواجن كامل يصلحوا لهذه النوع من الكسره للرفيس. نقلبوها من الجانب الاخر، من الاحسن انه نستعملوا الاولى تكسرت لي لانها كبيره، صغرت الكسره تاعي الثانيه كما تشوفوا تجي بكل سهوله. ها هو القوام تاعها، تجي طريه تجي روعه، ما نحمروهاش بزاف بزاف. نبداو نحركوها في كل مره، الكسره تاعنا راهي حاضره كما تشوفوا، مبسه جات روعه طريه طيبه مليح من الداخل من برا. نعاونوا نبداو نكسروا فيها بالمهراس او اي شيء اللي حاضر معكم في المنزل، حتى بالقراص فقط يعني بالحلال اليدوي تقدروا تكسروها، ولا تستعملوا اليد تاع المهراس كما تشوفوا، هي ساخنه طبعا لازم تكون سخونه بزاف باش تتكسر لنا بكل سهوله. ندقوها مليح حتى تولي صغيره، ونعاونوا طبعا باليدين في كل مره. نجيبوا الدقلة تاعنا او الغرس تاعنا، انا استعملت غرس البطانة هنا يجي روعة،
نقيته، نحيت لي شابو تاعو، نحيت العلف نتاعو، نبداو نحركو. هي الكسرة سخونة هكذا، ندخلوه مليح ونبداو نعجنو، نضيفوا له ملعقة أو ملعقتين من العسل، انتوما والقوام تاع الحلاوة اللي تحبوه. نجيبوا حتى ملعقتين كبيرتين من الزبدة ونبداو نعجنوا الرفيس نتاعنا جيدا حتى تدخل الكسرة في بعضها وتدي القوام من جميع المكونات وتحكم روحها. جبت كسرة سخونة بزاف باش تذوبنا الزبدة تاعنا بكل سهولة. نعجنو غير باليدين جيدا في القصعة وهي تبدا تتلم معانا طبعا. وكي نلقاو حبات كبار تاع الكسرة طبعا نزيدو نكسروهم مليح غير باليدين لان الكسرة تاعنا مبسة روعة. عقد ما تعجنيها عقد ما هي تزيد تدخل بعضها مليح وتطرى. هاو حبيباتي تبدا تتقرص معانا بكل سهوله الكسره تاعنا بعد ما عجناها مليح. انتم والاختيار تاعكم وطريقه التزيين، تحبوا تحطوها في قالب، تحبوا تزينوها بالطريقه التقليديه تاع امهاتنا واجدادنا هكذا فقط، تحبوا تستعملوا للتزيين العسل والمكسرات اي نوع من المكسرات. انا راح نديرها بطريقه تقليديه سامبل خلاص، ما فيها لا مكسرات ما والو، تجي روعه. كذلك يتكلم على العسل اللي يجي هايل في هذا البرد، يليق بزاف في هذه الايام البارده. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم وتعجب اطفالكم، تمد طاقه في هذا البرد. نحطوا هذاك الكاس او اي شيء في الوسط، نحطوا فيه شويه تاع العسل لانه العسل يؤكل معاه يجي روعه، ديجا هو حلو. نتوما والاختيار نتاعكم والقوام اللي تحبوه تاع الحلاوه. كما تشوفوا يقدم هكذا بهذه الطريقه، يجي روعه روعه مع كاس من اللبن. ان شاء الله وصفة اليوم عجبتكم ونال ارتضاكم، واذا عجبتكم ما تنسوش تبارطاجيوها مع اصحابكم واحبابكم لتعم الاستفادة. ما بقى لي غير نقولكم في امان الله وحفظه، مع السلامة.